شيعت حركة أمل وبلدة الخيام في قضاء مرج عيون وآل خليل وآل غريب الحاجة توفيق غريب والدة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل. وتقدم المشيعون مستشار رئيس مجلس النواب أحمد بعلبكي ممثلا الرئيس نبيه بري والنائب بهية الحريري ممثلة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحشد من الشخصيات السياسية والحزبية والدينية والأمنية والعسكرية وفعاليات اغترابية وبلدية واختيارية وطبية ولفيف من العلماء وحشود شعبية من مختلف المناطق. هذا وقد انطلق موكب التشييع من منزل الوزير علي حسن خليل وصولا إلى مدافن البلدة حيث أما الصلاة على الجثمان مفتي الخيام ومرج عيون الجعفري الشيخ عبد المحسن أو عبد الحسين العبدالله ثم وري الجثمان في جبانة البلدة.